تحديات مستمرة في هذا اليوم مع هذه الانطلاقات الجميلة والمميزة. شوطنا الرابع والعشرون شوط خاص باللقاية لابكار المحليات، شوط خاص بالانتاج والمنتجين لأتقدم مع تقدم هذه الأسماء ومع انطلاقة هذه الشعارات. والمركز الأول الشاهينية على المركز الأول، صالح بن بخيت بن مسلم بن طاسة العامري على المركز الأول وعلى مقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني من الجانب الأيمن وتابع الذيبة سلطان بن راشد بن كشيم الشامسي على المركز الثاني يتحرك بدورة ويهاجم المراكز الأمامية. المركز الثالث الدرعية هي اللي على المركز الثالث، محمد بن سيف بن سهيل بن كلثم الخيري في هذه اللحظات على المركز الثالث. والمركز الرابع بن ثعلوب وشعاري بن ثعلوب، يتدخل شعاري بدران ينطلق بانطلاقة الشاهينية، عبد الله بن سالم بن ثعلوب الدرعية هي هناك، يهو اجتماع ما بين هذه الشعارات الكبيرة والغنية عن التعريف. المركز الرابع بدأ يتدخل في هذه اللحظات وينضم سلطان بن جريو المنصوري ابو عمر قادم ليتدخل في هذا الشوط بانطلاقتي. هناك الصاملة سعيد بن فارس بن علي الخاطري يتدخل، وكذلك الوصول هذا شعار بالدليلة القادم مع زاهية عبد الله بن حمد بالدليلة باللويع العامري. والمركز السادس في هذه اللحظات تجد شوق مساعد بن عبيد بن مبارك المنصوري. هذه هي الأسماء الحاضرة، هذه هي الشعارات القادمة والتدخل الانطلاق الوصول من شعار بن محمد الواصل مع سرابة عبيد بن نصيب بن عتيق السبوسي يتدخل وينضم لهذه الأسماء في هذا الدخول. هناك مع هذه الشعارات الكبيرة القادمة كذلك جمرة محمد بن حمد بن يطبع العامري، وكذلك تدخل مكيدة سالم بن عبد الله بالطير العامري. ولكن خلوني بعود إلى مقدمة شوط إلى بن ثعلوب وشعاره وانطلاقاته وحضوره القادم مع الشاهينية. عبد الله بن سالم بن ثعلوب الدرعي يتحرك بالمركز الأول، شعاري بدران في صباح هذا اليوم قادم مع الشاهينية باحثا عن نقطة ثانية في صباح هذا اليوم بانطلاقته وبحضوره. ولكن اللي من الجانب الأيمن تجاوزت وانطلقت في هذه اللحظات، بدأت تتحرك وبدأت تشكل الضغط والخطر والقوة على المركز الأول في هذه التحديات. شوف انطلاقة شوق مساعد بن عبيد بن مبارك المنصوري، ولكن بالدليلة قادم مع زاهية عبد الله بن حمد الدليلة باللويع العامري. ولكن الخاطري يتدخل في هذه الأثناء، يقدم لنا الصاملة سعيد بن فارس بن علي الخاطري وبن كشيم من الجانب الأيمن يتقدم ينطلق بانطلاقة الذيبة سلطان بن راشد بن كشيم الشامسي على المركز الرابع، بن ثعلوب يتراجع على المركز الخامس والمركز السادس، القدوم من مكيدة وسالم بن عبد الله بالطير العامري على المركز السادس في هذه اللحظات. المركز السابع بن كلثم يقدم لنا الدرعية، محمد بن سيف بن سهيل بن كلثم الخيالي قادم بهذا الشعار منطلق على المركز السابع في هذه الأثناء. المركز الثامن تدخل جمرة محمد بن حمد بن يطبع العامري في هذه الأثناء، ينطلق ويتدخل بدوره على المركز الثامن. والمركز التاسع شعارك يا أبو محمد عبيد بن نصيب بن عتيق السبوسي مع سرابة القادمة شواهين سالم بسعيد بن غفان الجابري باحثا عن نقطة ثانية في صباح هذا اليوم، يتألق ويبدع على الشعار ويشكل الخطر في هذه الأثناء. ولكن وين المركز الأول؟ وين صدارة الشوط باللويع عبد الله بن حمد بالدليلة باللويع العامري وزاهية بأدائها على المركز الأول. ولكن بن كشيم خطير يا أخواني، بن كشيم بانطلاقة وحضور
شعارة مع الذيبة سلطان بن راشد بن كشيمة الشامسي والخاطري قادم بالصاملة سعيد بن فارس بن علي الخاطري يتدخل وبن غفان بن غفان يهاجم في هذه اللحظات ينطلق بشواهين سالم بن سعيد بن غفان الجابري 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 وصل في هذه الأثناء وشندارة بن يروان تقترب في هذه اللحظات أحمد بن محمد بن يروان المنصوري قادما بشنذارة اسم خطير اسم كبير بن يروان بن يروان بالرقم واحد يبحث عن النمبر ون يتحرك بالرقم واحد وأيضا شعار الرميثي ينطلق وهناك شعار الظبي ساري بن علي بن محمد المنصوري يتدخل في هذه الأثناء ولكن بن غفان بن يروان وساري ساري وبن كشيم والخاطري لمن الفوز 500 متر أخير وبن غفان ولكن بن يروان بن يروان بن يروان وبن غفان بن غفان وبن يروان وساري بن محمد بن علي المنصوري المنصوري لمن الفوز لمن الناموس بن يروان بن يروان ولا هناك راعي الظبي ساري بن علي بن محمد المنصوري بن يروان بن يروان شندارة شندارة والظبي والظبي وشندارة الظبي وشندارة الظبي الظبي وساري ساري بن علي بن محمد المنصوري يغادر بالناموس سلام يا الوثبة سلام على فوز الظبي وعلى فوز ساري بن علي بن محمد المنصوري تالي والناموس المركز الثاني شندارة أحمد بن محمد بن يروان المنصوري المركز الثالث كانت بشعاري بن غفان على المركز الثالث في هذه اللحظات انطلاقة شواهين سالم بسعيد بن غفان الجابري والمركز الرابع الصاملة سعيد بن فارس بن علي الخاطري والمركز الخامس كان الوصول على المركز الخامس من الذيبة سلطان بن راشد بن كيم الشامسي تهانينا والناموس لجميع الفائزين والتوقيت الزمني 7:27 بدون أجزاء من الثانية كانت هنالك الظبي ساري بن علي بن محمد المنصوري سلامات وثبوية مع شعار ساري المنصوري والمركز الثاني 7:27 أربع أجزاء من الثانية اللي على المركز الثاني في هذه اللحظات هي بشعار بن يروان شنذارة أحمد بن محمد بن يروان المنصوري والمركز الثالث 7:28 بالوفاء والتمام اللي كانت على المركز الثالث هي شواهين وهناك سالم بسعيد بن غفان الجابري تالين وناموس للجميع.